فضيلة الشيخ، قلتم أنه يجوز أن يرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، ولكن إن أدى هذا إلى أن يكون الذكر جماعيا بين المصلين، فهل هذا أيضا يجوز؟ أنا في الواقع لم أقول يجوز، بل قلت كيش إنه من السنة، يعني أفضل، فهو من السنة لا شك. وأما أداء هذا الذكر جماعة فهذا بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك، كل يذكر على نفسه لكنهم يجهرون.